السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا نردوا على أبناء زوجة قاسمة، الربايب تاع زوجة قاسمة، يعني وين خرجوا على تاع بن ناصر. بن ناصر واي بن ناصر، بن ناصر ولا مسكين 3 أشهر، بن ناصر 3 أشهر، شوف كيفاش ليش الدعايات. 3 أشهر ما غاديش يلعب بن ناصر. إصابة تاعو الله يجعل ما تكونش كيما تاع غلام فوزي غلام، الله يجعل ما تكونش كيما تاع فوزي غلام. يعني وين الجزائر كسبت أقوى مدافع الجهة اليسرى في وقت فوزي غلام مليها، ما نقولها لكم كل جيل وجيله. بصح فوزي غلام لولا الاصابه هو الاول اللي كان غادي يروح يلعب مع مانشستر سيتي، هذه باش يكون على بالكم. لولا الاصابه الله غالب ربي كاتبها. بن ناصر وين مهدد بالغياب لثلاث اشهر عن المنافسه، ربي ما كتبلوش مسكينه. شوف كيفاش قال لك لا مين خرج ما بغاشي، هو دوموندا لونترينير باش يخرج، هو اللي دو حس بالالم والله غالب مسكين. الناس اللي بغاو يخدموا بن ناصر راه ما عجباتوش، يعني ديرو تربه غاليك. خرجت هذيك زوجة قاسمة دارت لهم كيما هكا، قالت لهم بن ناصر تخلى عليه، قال له انا ما نلعبش ذاك البوست وانت هيا راني رايح. ماندي قال له راني رايح. واه نورمال عادي نورمال، والناس مأمنة تأمن وكلش، بو كلبة ومنا الناس مأمنين نورمال. يعني هذو اللي كانوا يسيبورتو مدرب ما كانوش يسيبورتو الجزائر. كي يقولوا كيف الجزائر يقول لك لا انا باغي الجزائر، بصح انت راك تحوس انت راك تفرح من خسروا ولا صراو هذا السؤال تفرحوا عليه. صح انا نبغي مدرب، انا لليوم تقول لي نقول لك اودي فايد لي صنع، يعني ركب منتخب لي مازلنا لليوم نلعبوا معاه. تاع وين تاجا راه في 13 عام 14 عام مازلنا لليوم نلعبوا بهم لعابه، شكون يخدمهم؟ منتخب تاع 2019 شكون يخدمه؟ هكا بالك خدموه في قطر وجبناه، منتخب جبناه من قطر وجينا. هادو كاع الحس لكم دايرينه يا وجوه شوادة، كاع الحس لكم دايرينو كاع. قسما بالله باش تبعدوا الضربة على العصابة اللي راهي متابعة قضائيا، والله ما لا ساكتين عليها. رجع الرئيس يركب يرسم وزارة جدد وكلش، ومن بعد تبالكم من بعد. وما دام كاين هذه العصابه تاع الفيرما راهو برا، ما دام هذو الكلاب يتنابحوا، هذا مكان، ما دام كيما ما دام يتنابحوا خات كلاب، هذا مكان كلاب كانوا قاضبين ميظله تاع مدرب يخدموا بها. الماتش يتعاود من موريتانيا من طام طام طام، بعد ما كان والو كاع كذب في كذب، ما كان والو، هذا مكان كذب في كذب. ها زوجة قاسمة هذاك مشاكرة جمعتو هذاك بو كلبة قاعدين أموال قاعدين دراهم على دير، سميتهم مجاهدين قالك مجاهدين هذوهم يجاهدوا. واو لله قالك هم يجاهدوا ولا يروحوا يرقصوا عند الفيفا ومأمنين، تولوا مأمنين تولوا يكذبوا تولوا مأمنين بالكذبة تاعهم. محرز مصاب او يخرجوا قال لكم محرز قصاي يخرجوها، محرز غادي يلعب الجمعه، عوار غادي يلعب ولا ما يلعب. حنا مدرب ما يخدمش مع بالاسماء، مدرب عنده مجموعه، مدرب كي دار 23 جابهم يعني على الارقام تاعهم، لا يحتاجهم ولا ما يحتاجهمش، ماشي جايب 11 وزوج ولا ثلاثه ديروا بلاصو والاخرين على الله. خدمهاش هذه، مدربين فاشلين اللي كانوا يخدموا كيما هكا. وانكشفت تقارير اعلاميه ايطاليه درجه خطوره الاصابه التي تعرض لها اللاعب الدولي اسماعيل بن ناصر مع المنتخب الجزائري. هاك تشوف احنا رانا نهضروا هما لاويرا لاعب مبليسي خرجوا قال لك لا خرجت هذيك زوجة قاسمة، هيا تنجمي تردي زوجة قاسمة الكلب تاع راجل مرت اسبانيولي، هذاك مرت اسبانيولي هذاك مسيلمة الكذاب، عمكم هشام العريضة، بو كلبة الشينوية، الكلاب قاع لي جايين ضد الجزائر وضد أعداء المنتخب الوطني الحقيقيين. خاطش علاه هذو كانوا يناصروا في مدرب برك،
ويناصروا في العصابة اللي خلات الاتحادية الجزائرية. هادو أعداء جزائر حقيقيين، هادو أعداء. على قلت لكم باللي الزبلة الكبيرة كانت كاينة في الاتحادية، كي نقيناها راهم قاعد تربعوا، يعني وميساج بيناتهم يضربوا. هذا مكان اليوم هو لاويره اللعاب ولد الناس، يعني مبليسي خرجت هذيك المكشوفة، خرجت دارت لهم كيما هكا، خرج ما بقاش يلعب. ها ولا راه مبليسي طرواموا، تنجمي تعطيهم تكذبي فاني كذبوا، هي كذبوا 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 كذبوا. وتعرض لها اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مع المنتخب الجزائري، وغادر بن ناصر تربص بمركز سيدي موسى وهو يعاني من إصابة، ليضع يعني بذلك رسميا ليضيع السفرية للمنتخب الجزائري نحو ليبيريا واستعداد لمواجهة ليبيريا يوم يعني يوم الثلاثاء غدا إن شاء الله. وكشف الموقع ميلو نيوز الناقل عن سكاي سبورت بأن بن ناصر يعاني بالفعل من إصابة خطيرة على مستوى يعني الساق، وسيغيب لحوالي 3 أشهر من المنافسة رفقة فريقه أفسي ميلون الإيطالي. وأكدت مصادر ذاتها بأن إسماعيل بن ناصر يعاني من تمزق عضلي يستدعي ركونه إلى الراحة على الأقل لمدة 6 أسابيع. شو كيفاش هو خرج مبليسي، خرج حاس بالعيا، قالت لك لا هذاك موسى يا ودي مكاش واحد، شوف والله العظيم ما كان واحد فيكم يهدر الصح، قال لك خرجوا زعفانين، قال لك خرجوا زعفانين ومشي راضيين ومنا. وكاين اللي غير يتبع مسكين، كاين اللي يتبع برك، كاين اللي يتبع متابع وصعيب مسكين مأمن مأمن طايح، باينت له باللي مؤامرة، خسرنا مع موريتانيا مؤامرة. أنا نبقى مخلوع من واحد قال لي مؤامرة موريتانيا، موريتانيا نعيط للاربيت ونعيط لموريتانيا ونقول لهم نقول الاربيت عاون موريتانيا، عاون عطيهم 3 تاع لي بيناتي انا غادي نمركي 6. ومن بعد يجي يقول لك موريتانيا مؤامره ومقبل السحور قاسامه قهوه حليب ميلفي، روح يا واخا روح الحمام روح. واكدت مصادر ذاتها بان اسماعيل بن ناصر يعاني من تمزق عضلي يستدعي ركونه الى الراحه على الاقل لمده 6 اسابيع، وسيضيع المتواصل ميدان منتخب الجزائر مجموعه من المباريات المهمه في مستهل الكالتشيو الايطالي فضلا عن منافسه دور ابطال اوروبا. وغادر 6 لاعبون مركز التحضير للمنتخبات الوطنيه بسيدي موسى على غرار رياض محرز، رايه الايت نوري، حسام عوار، محمد امين عموره، اسماعيل بن ناصر، وهشام بوداوي. وتتواصل متاعب الناخب الوطني فلاديمير قبل مواجهه المنتخب الجزائري والنظير الليبيري لحساب الجوله الثانيه من تصفيات المؤهله لنهائيات كاس امم افريقيا. وستكون الخيارات امام التقني البوسني يعني شحيحة للغايه في ظل غياب ركائز المنتخب الجزائري. وزيد بن ناصر ما غاديش يلعب كاليفيكاسيون كوبلي من ناب لك الى اللافه تاع نوفمبر باش يبدا، ما غاديش يلعب تبليسه صاي ما صاوب بن ناصر بعد عاودوا قلبوا قالك لا بن ناصر خرج زعفان على حساب زوجة قاسامه، على حساب زوجة قاسامة قالت لهم بن ناصر خرج زعفان حسب يعني شكون زوجة قاسامة، زوجة قاسامة هي اللي دارتها قالت لهم، والناس مأمنين موراه خرج مسيلمة الكذاب، خرج بوكلبة، خرج هذاك لي خونا صبابيط كاع خرجوا كاع يعني في الفيسبوك منا. وشكون زوجة قاسامة شكون؟ الارامل تاع بارادو خرجت فاني بارادو بارطاجيهم فرحانين ويبارطاجيو منا ومنا. يا ودي شنقولكم الله اي محلوله ليكم بصح ما غاديش تسيبو شكون اللي يرقعها لكم، حنا بغينا نرقعوها لكم مع غينيا استوائيه، وما بغيتوش تسعرفوا وبغيتو تردوا اصابات، بغيتو تردوها قضيه وطنيه، ما كان والو. اصيبوا قلتها لكم البارح، ردينا على ديك الحماره هذه، ردينا على الكلاب اللي راهم يكذبوا عليكم، كاتلينكم بالكذب، راهم مخمجينكم بالكذب، هل ما كانوا يشوفوا فيكم. انا درتها لكم تسريب تاع مسيلمة الكذاب يهدر مع ذاك الشينويه ذاك الاخوان صبابيط، شتي يقول له كذب 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 كذب، المهم طلع لي كونت تاعك، قسما بالله درتها لكم وانتم الله غالب، شنو غادي نقول؟ تباغين الكذب، شنو غادي نقول لكم؟ وتكذبوا فينا حنايا، هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. وما تنساوش فاني تشغيل الجرس، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.